فيكن بي تكست اف يو كان، البرنامج يلي بيبرهن علميا انه من المستحيل نعمل شغلتين بنفس الوقت. هاي انا نيكولا، اليوم حنستضيف مؤسس الرقص بلبنان وحكم دولي عالمي خانيتو. هلو خانيتو، كيفك؟ هلا يعني. انت معروف كثير بلبنان بمجال الرقص واستاذ كمان، صح؟ فيك ترقص وتبعت تكست مسج بنفس الوقت؟ ولا مره جربت؟ لا ما جربتها. يعني ما نعمل تشالنج، يعني ما نشوفها بالاختبار. لك انا حنبلش الاختبار، رح افسر لك شوي عنه، اوكي؟ بدك تعمل لنا رقصه. بنفس الوقت انا رح كون عم ببعث لك مسجز، وبالمسج كون عم خيرك بين شغلتين وبدك تجاوب. انا عم برقص بدي جاوب. هيدا هو التشالنج. اذا ما جاوبتني او وقفت رقص تخسر، اوكي؟ عندك 3 محاولات، كل مسج ببعته ببين عندكم على الشاشه. خلينا نستضيف ساندرا. ريدي خانيتو؟ yeah. يلا 3 2 1، فاموس. قولي هولا. اول مسج بدك تكون سريع شوي. ثاني مسج عم بينبعت. شو لرقصه؟ وين؟ ما نعمل 2 سوا. اخر شانس. سوري شاب. او ماي جاد. يعني احسن شيء بتعرف تعمله وما قدرت تبعت تكست مسج. تو ماتش ديفيكلت. يعني شو رايك انت عم بتسوق كمان بالسياره وبدك تبعت تكست مسج؟ اذا ضربت انسان او شيء انت عم تعمل تكست هونيك المصيبه. يعني انا بنصح انه وقفوا السياره، جاوبوا، بعدين سوقوا. مزبوط. على الطريق ما عندكم 3 محاولات، ما تكتبوا وتسوقوا. وشوفونا بحلقة جديدة من Text If You Can. Touch a new world.